صباح الخير على حضراتكم. يعني النهاردة يوم الخميس 10 سبتمبر 2020. كالعادة النهاردة هيكون معينا مجموعة من الأخبار المهمة اللي تهم حضراتكم. هكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة 10 صباحا، أنا خلود زهران. طبعا زي ما تابعنا الفترة الأخيرة، الدولة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات أثبتت من خلالها أن هي بتحاول بقدر الإمكان أن هي تقف بجانب المواطن المصري، بتحاول أن هي كمان تنحاز للمواطن المصري من خلال أن هي تستمع لي شكواه، تستمع لكل ما يتعلق حتى التصالح في مخالفات البناء. ممكن نقول أنه هو تحيز لتأمين مستقبل المواطن وأيضا مستقبل الوطن. يمكن خلينا نقول لحضراتكم أنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة اللي اتخذتها الدولة الفترة الأخيرة لكانت البلد يعني مش هتقدر أن هي تقف على رجلها زي ما قدرنا أن احنا نقف على رجلنا خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص خلال أزمة كورونا. طيب يمكن كمان الدولة كانت حريصة بشكل كبير جدا ان هي تشرح للمواطنين بالأمس من خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء يعني الكثير من التعديلات حول إجراءات التصالح في مخالفات البناء. اتخذت العديد من الإجراءات الميسرة للمواطن المصري. رئيس الوزراء قال أنه استمع لشكاوى عدد كبير جدا من المواطنين في عدد من الأماكن، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الكثير من الإصلاحات فيما يتعلق طبعا بهذا القانون. كمان خلينا نقول أنه الدولة المصرية الفترة الأخيرة حاولت أن هي تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين فيما يتعلق بمخالفات التصالح في مخالفات البناء. طبعا هنحاول النهاردة نشرحها لحضراتكم بالتفصيل، وهنفهم ايه اللي تم وايه التسئيلات اللي تم اتخاذها في التعديلات الجديدة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقدير بقى أسعار التصالح مع مد فترة إعداد الأوراق لتقنين الأوضاع على مدار 3 سنوات بدون فوائد. ويمكن دي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي هنناقشها كمان مع حضراتكم النهاردة. بس في البداية خلينا كده نبدأ أخبارنا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كل من لوك لويس المدير العام لشركة ديمي البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. ده كان بحضور لواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، وعميد بحري أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحري محمد المغزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية. الاجتماع تناول مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل، حيث تم الاتفاق مع شركة ديمي واللي بتعد أكبر شركة في أوروبا في بناء الموانئ على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع إحدى الشركات الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويا. هنروح نشوف المزيد من التفصيل في التقرير اللي جاي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب مدير عام شركة ديمي البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، بحضور السادة لواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، وعميد بحري أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحري محمد المغزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل، حيث تم الاتفاق مع شركة ديمي التي تعد أكبر شركة في أوروبا في بناء الموانئ على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة هاتشيسون الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنوياً. وقد أشاد السيد الرئيس في هذا الصدد بالسمعة الاحترافية التي تتمتع بها الشركة البلجيكية في هذا المجال،
مؤكدا سيادته قيمة هذا المشروع القومي الحيوي الذي يأتي في إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة، مع أهمية إنجازه وفقا لأحدث النظم التكنولوجية وأعلى المستويات الدولية لتطوير وتشغيل الموانئ، ليمثل إضافة جديدة لسلسلة الموانئ الممتدة على الساحل الشمالي المصري، ويجعل ميناء أبو قير الأكبر في البحر المتوسط، ليرتقي بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية إلى المستوى الأول. من جانبه، أشاد مدير عام شركة ديمي بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر، خاصة ما يتعلق بتطوير الموانئ البحرية، للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة. طيب، زي ما طبعا حضراتكم متابعين خلال الفترة الأخيرة، السودان هناك كارثة إنسانية بسبب السيول والفيضانات، هناك الكثير من الخسائر المادية والبشرية نتجت عن هذه السيول اللي شفناها وتابعناها خلال الأيام اللي فاتت في السودان الشقيقة. وطبعا كالعادة بطبيعة الحال مصر دائما بتقف بجانب أشقائها، ودي مش أول مرة، وبالفعل السلطات المصرية ما زالت هناك أو ما زالت بتفتح جسر جوي لتقديم كل المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول في السودان وجنوب السودان. ده بناء على توجيهات القيادة السياسية، ورئيس عبد الفتاح السيسي أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، و ربما يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية والإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين. المزيد من التفصيل في التقرير اللي جاي. استمرارا للدور المصري الرائد وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء من متضرر السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان، إسهاما من مصر في مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية، حيث أقلعت طائرتان نقل عسكريتان متجهتين إلى مطار الخرطوم محملتين بشحنات من المساعدات الإنسانية. تزامناً مع إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء في دولتي السودان وجنوب السودان، ولتقديم كافة أوجه الدعم لمجابهة الأضرار الناجمة عن اجتياح الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية. أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية خلال زيارتها على رأس وفد طبي إلى السودان عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الطبي للأشقاء لمواجهة المحن والأزمات التي تمر بها. وإحنا النهاردة في طيارتين، وسبق امبارح في طيارتين، والجسر ممتد مش بس بالإمدادات الطبية ولكن كمان بإمدادات التموينية والإعاشة، كثير من الخيم ومستلزمات مواجهة آثار السيول والفيضانات، وكمان ممتد من خلال الأطقم الطبية. احنا معانا 20 فرد من الأطقم الطبية هينتشروا في 4 مواقع في ولاية الخرطوم في أماكن شديدة التأثر،
وبنجهز فرق طبية مستمرة، ادينا مع زملائنا واشقائنا في السودان توجيهات مباشرة من سيادة الرئيس بدعم الاشقاء السودانيين لمواجهة اثار هذه السيول والفيضانات. نشتغل معاهم يوم بيوم ان شاء الله مع بعض نقدر نعدي السودان من هذه الأزمة. وأعرب المسؤولون بدولة السودان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين. وأعرب الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خلال زيارته برفقة وفد مصري إلى جمهورية جنوب السودان عن حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون في مجال الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان. الرئيس السيسي أمر أن الجسر الجوي دوت يستمر مفتوح لحد لما نحل جزء من المشاكل اللي بيواجهها إخواننا هنا في جنوب السودان، وهذا الجهد وهذا الدعم ان احنا ندعم اخواتنا يحسوا ان هو وقت الازمه بنكون قريبين منهم ونوصل لهم بسرعه. احنا ان شاء الله ننفذ مشروعات مختلفه سواء في اعمال الحمايه من السيول، اعمال التكريك بتاع بعض المجاري المائيه علشان ما يحصلش تجمع لمياه المطر، اعمال سدود حصاد امطار، اعمال ابار جوفيه، اعمال نوعيه مياه، كل دي مشروعات مختلفه بنتبحث حولها. كما اكد المسؤولون بدوله جنوب السودان ان تلك المساعدات تعكس روح الاخوه والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين، مرحبين بالدور الفاعل الذي تقوم به مصر قياده وشعبا تجاه الأزمة التي ألحقت أضراراً واسعة بالبلاد في الوقت الراهن. يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيداً على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التي حدثت للأشقاء بجمهوريتي السودان وجنوب السودان جراء تلك السيول والفيضانات. طبعا وجود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في هذا التوقيت في السودان هي رسالة مهمة جدا، وبالفعل هي بعثت برسالة تضامن وأخوة وصداقة ومودة وإعزاز من القيادة السياسية للشعب وحكومة السودان، ورسالة شكر واحترام ومحبة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأكدت كمان استعداد مصر الكامل لدعم الأشقاء السودانيين لتلبية كافة الاحتياجات وتقديم أي مساعدات من خلال هذا الجسر الجوي غير المنقطع ما بين البلدين. وأكدت كمان تلبية مصر لتوفير قائمة الاحتياجات العاجلة، خاصة نتكلم عن أدوية الأطفال، السيدات الحوامل وكافة الأدوية الأساسية. وأشارت إلى أنه تم استقدام المرضى السودانيين أصحاب الحالات الحرجة للعلاج في مصر، وأكدت تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، وأكدت كمان توفير المنح الدراسية للفرق الطبية السودانية بالزمالة المصرية. نروح لملف مهم جدا وهو تعديلات في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وكان هناك يعني مؤتمر صحفي مطول للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن الكثير من التسهيلات الجديدة للمواطن المصري. قال إنه قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح في خلال مدى زمني 6 شهور للتقدم بطلبات التصالح، وأشار إلى إنه عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافي ولا يتناسب مع حجم المخالفات، ولفت إلى أن الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون وتم تعديله وتبسيط إجراءات التصالح، ووضح أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات. هنروح نشوف جزء من كلمة رئيس الوزراء ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كان لازم النهاردة نقف وقفة مهمة ونضع حد ونشد مع بعض خط فيما يخص المخالفات البنائية اللي موجودة النهاردة. والحقيقة ده كان مطلب شعبي، ومطلب ليس فقط مبادرة من الحكومة من الدولة، بل ده المواطن نفسه كان ابتدى يسعى وبيقول طب خلينا المخالفات القديمة نحاول ان احنا نعمل لها تصالح، واحنا عايزين نتصالح، وكانت بمبادرة وشغل مشترك مع مجلس النواب، وكان الهدف كله ازاي ان احنا عايزين نضع حد لنزيف المخالفات البناء اللي موجودة، وإزاي نقنن هذا الوضع ونتصالح فيه علشان بعد كده لا يسمح بأي صورة من الصور ببناء عشوائي جديد.
نتيجة للجهد هذا الجهد المشترك ظهر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019. بعد محاولات التفعيل اللي احنا هنا بقولها من ابريل 2019 لغاية بداية عام 2020 ومش قادرين ان احنا نستفيد بهذا القانون اللي كان هدفه ان هو يعمل ايقاف لنزيف البناء المخالف، وجدنا معا وبصورة مشتركة الدولة مع مجلس النواب ان احنا محتاجين نعدل هذا القانون، وبناء عليه صدر التعديل لهذا القانون رقم 1 لعام 2020 واللي صدر في نهاية شهر يناير علشان نعدل ونبسط في الإجراءات الخاصة بإجراءات التصالح. وعن أهم التعديلات في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإزاي تم تبسيط هذه الإجراءات للمواطن المصري، معانا المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهم التعديلات اللي تحدث عنها رئيس الوزراء، إزاي تم تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وأهم كمان الأمور اللي تم وضعها في الحسبان، ملاحظات المواطن أو أهم الشكاوى اللي تم بالفعل وضعها في الحسبان في التعديلات الجديدة. وطبعا حضرتك يعني خلينا نبدأ من يعني البداية. كانت أبريل 2019 تعمل أكتر من جلسة وتعمل تعديلات على تبسيط الإجراءات، تبسيط الآراء اللي بتقدم مع طلب التصالح. ولكن خلينا طبعا نتكلم عن دور وزارة الإسكان في الموضوع ده. يعني الوزارة طبعا كان يمكن حصل أكتر من اجتماع على مدار الشهرين اللي فاتوا، تاني وزير الزراعة المكزر وزير الإسكان وملف القطاعات العمرانية مع قيادات وزارة الإسكان ومع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن اللي احنا يعني معنيين بيهم في موضوع الحفاظ على الكنترول. بس ممكن نعلي صوت شوية؟ اتفضل يا فندم. الاجتماعات دي تداولت كل الإجراءات، تبسيط الإجراءات للمواطن، تبسيط الورق، تبسيط الأبلكيشن بيتملي أو الطلب اللي بيتملي للتصالح، سواء كانت من المواطن المقيم في الوحدة أو من المالك القطعة الأرض نفسها في المدينة الجديدة أو الشقة اللي شاري شقة نفسها في العمارة. يعني كان في بعض الإجراءات المعقدة في الأول إن لازم مالك الأرض اللي فيها عدد وحدات بالكامل يروحوا أو يكونوا يعني زي اتحاد شغالين ويروحوا كلهم، لحد ما اتبسطت الإجراءات لحد ما آخر يعني تفاصيل وصلنا لها إن ممكن مالك وحدة في العقار يقدم لوحده على طلب. وده اللي اكد عليه الدكتور عاصم الجزار في اكثر من اجتماع للاستاذ رؤساء اجهزه المدن الجديده التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، ان قانون التصالح او يعني البت في طلبات التصالح ده مسؤوليه اللجنه المشكله بالقانون رقم 1 لسنه 2020 باخر تعديلاته. لكن المواطن يقدر يقدم طلب التصالح ويتقبل منه في الجهاز. يعني كان الاول في نوع من اللبس انه بعض الاجهزه يقبل طلب ويرفض طلب معين. فكانت توجيهات الدكتور عاصم رؤساء الاجهزه قبول جميع طلبات التصالح وترك البت او مرحله ثانيه من طلب التصالح، ترك البت للجنه المعنيه بالقانون. وفي نفس الوقت برضو وده الاهم جدا يا فندم اللي عايز اشير ليه يعني على منصه حضرتك، انه ان بعد كده ما فيش قبول طلبات تصالح ثاني بعد فتره 30 سبتمبر. وفي نفس الوقت برضو تم تشكيل فرق عمل عشان ضبط المنظومه علشان ما يحصلش اي مخالفات ثاني تظهر. وزي ما يعني دوله رئيس الوزراء قال كده في مؤتمر بالامس، نشد خط بقى ونقف عند المنطقه دي. لازم نحافظ على العمران القائم، نحافظ على البنيه التحتيه الموجوده، يعني التعاون مع المواطنين برضو مش يعني هي مش جبهه ضد جبهه، التعاون مع المواطنين ان هم يعرفوا الموضوع ده قد ايه بيأثر على البنيه التحتيه وقد ايه بيأثر عليهم هم بشكل سلبي في توصيل الخدمات للمكان. فده كان بالتالي اللي حصل الفتره يعني الاخيره، بنتكلم في اخر شهرين تقريبا تم تكوين فرق عمل بالفعل في كل المدن الجديده بيرصدوا اي عمليه مخالفه ويوقفوها من الاول بدل ما نرجع نكسر، لا بيوقفوها وبيعرفوا صاحب القطعه. قبل ما نتكلم عن الاجراءات الجديده للحد من طبعا البناء غير المخطط، عايز اتكلم عن قيمه التصالح وفتره السداد وكيفيه مراعاه البعد الاجتماعي للمواطنين، حتى اللي ساكنين في بعض الاماكن هيتم مراعاه البعد الاجتماعي من مكان لمكان ومن وحده الى وحده، ازاي هيتم ده يا فندم الفتره اللي جايه؟ الحقيقه طبعا الكلام ده كله اتنظم، واحنا نزلنا بيه كتيب طبعا في جهاز المدينه، موجود في جدول بكل قيم التصالح. ويمكن بعد اخر تعديل اتقال عليه بالامس في اجتماع الامس انه في تعديلات في موضوع قيمه التصالح، في جدول طبعا نزل الحقيقه مش حضرني كل الارقام، لكن في تخفيض لقيمه التصالح او قيمه جديد التصالح بتتفق مع الاستماره. وفي نفس الوقت برضو
الكتيب اللي نزلناه الاستفسار ده حطيناه بشكل الكتروني على موقع الفيسبوك للوزاره وموقع الالكتروني للوزاره، يقدر اي مواطن يشوف الاستفسارات ويشوف قيمه التصالح وقيمه التقديم كامل للمخالفه اللي هو رايح يقدم عليها تصالح. في نفس الوقت برضو على نفس الصفحه دي موجود فريق عمل بيرد على جميع الاستفسارات، لو حد عنده اي لبس في معلومه يقدر يسال قبل ما يقدم الطلب. وفي نفس الوقت برضو تسهيلات اللي عرفناها لاخر تعديل انه هيتم التقسيط ان شاء الله على 3 سنوات لقيمه التصالح، يعني بدون فوائد. بدون فوائد. هنقول مثال انه المواطن قدم، المهله الشهر عدت، اللجنه ادت القرار ان المخالفه دي مخالفه في البناء وتستحق تصالح قيمه معينه، هيقدر يقسط لحد 3 سنوات بدون فوائد ان شاء الله. الكلام ده كله موجود ان شاء الله في الكتاب. احنا بس يا فندم بنرد على الناس كمان اللي لحد دلوقتي هي ما تقدرش تدخل على الصفحه او تتعامل مع التكنولوجيا، فبنحاول ان احنا نطمنهم ويعني نقول لهم ايه اللي تم بالامس وايه الاجراءات الجديده وازاي تم التبسيط على المواطن هذه الاجراءات، فبنحاول ان احنا نرد يعني طبعاً. بشكل طبعاً. مبسط. طيب طبعا حقهم طبعا. طيب يا فندم احنا برضو كان في نقطة تحدث عنها رئيس الوزراء بالأمس ودي نقطة عايزين نوضحها وهي في غاية الأهمية، انه الدولة لا تهدم اي بناء في مواطنين او عايش في مواطنين. هو طبعا طبقا للإجراءات المتبعة اللي صدرت لرؤساء الأجهزة المدنية الجديدة انه بيتم اصدار انذارات للمباني اللي فيها مخالفات اللي لم يتقدم عليها التصالح. يعني حضرتك عدى المده بتاعه 30/9 الشهر اللي احنا فيه وبرده المواطن اللي عنده مخالفه ما قدمش للتصالح، هيتم يعني اعطاء مهله واصدار انذار ويتبعها قطع مرافق ميه وكهرباء وصرف صحي، وهيتبعها انذارات قانونيه طبقا للقانون، وبعد كده هيبدا موضوع التعامل بشكل قانوني مع المخالفه. دي التعليمات اللي صدرت لاجهزه المدن، وده اللي على اساسه طبعا تم توجيه قيادات الامن في اجهزه المدن ان هم يعني يبقى في تعامل بشكل حاسم تطبيق القانون، وفي نفس الوقت تعامل راقي ومحترم للمواطن. يعني ده اللي حضرتك قلتيه، ان الدوله لا تهدم لمجرد الهدم. احنا بنعرف الناس ان في مشكله وان احنا كلنا خلاص يعني لازم كلنا نتصدى للمشكله دي سواء دوله او مواطن، ولازم نقف في طرفين في الموضوع وفي تبادل معلومات وفي تبادل تنسيق. يعني ما ينفعش ان انا طبعا اروح كده على طول على عماره فيها ناس ويحصل فيها اي هدم باي شكل من الاشكال، لا، قيادات الامن كان الاجتماع الموسع اللي تم التاكيد فيها على التعامل بمنتهى الانسانيه وفي نفس الوقت تطبيق القانون وعدم السماح، وده الاهم بقى، باي مخالفات اخرى تظهر في المدن. هل هيتم توفير مساكن بديله لبعض المواطنين في بعض الاماكن اللي كان طبعا وحدتهم مخالفه؟ لا الحقيقه مش عندي المعلومه دي، لو كده ممكن اشوف احد المختصين عن الموضوع نفسه في التطبيق الاجراءات. طيب خطه الحكومه بقى الفتره الجايه لتطوير العشوائيات؟ وده مهم جدا. احنا خطه الحكومه مش الفتره اللي جايه، احنا فعلا دخلنا في موضوع تطوير العشوائيات بقى لنا 6 سنوات دلوقتي. طورنا حوالي اكثر من 300 منطقه عشوائيه على مستوى الجمهوريه، وتم تسكين الاهالي في مساكن لائقه جدا زي ما حضرتك دايما بتعرضه في فيديوهات القناه. في نفس الوقت الخطه شغاله على المناطق، خلاص خلصت المناطق اللي فيها يعني خطوره عاليه على المواطنين، خلصت الحمد لله اماكن شديده الخطوره. حاليا شغالين في الاماكن غير مخططه، يعني الاماكن المبنيه على اراضي غير مخططه وبشكل عشوائي. الحكومه برضه شغاله عليهم، حصرناها يمكن حوالي 400 منطقه، فاضل حوالي 100 وشويه منطقه على نهايه السنه دي، وان شاء الله اوائل عام 21 يكون في انهاء كامل لكل المناطق اللي فيها اشكاليات من النوع ده. يمكن كمان بالأمس رئيس الوزراء قال حاجة مهمة جدا، قال إنه قيمة الوحدة أو قيمة العقار بتزيد بعد التصالح. لو نشرح للمشاهدين إزاي؟ يعني مثلا الناس اللي بنت على سبيل المثال في بعض المناطق زي فيصل أو الهرم، إحنا عندنا مثلا الوحدة الدور الأول الدور الثاني بيكونوا المرخصين بيكونوا أغلى من الأسعار اللي فوق، فلما نقنن الادوار اللي فوق هنا بنقول انه الاسعار بتكون متساويه او سعرها بتزيد لانها بتكون يعني مرخصه ومقننه. حقيقي فعلا يا فندم، دي حقيقه احنا رصدناها في السنين اللي فاتت، انه فعلا اللي بيبقى باني دور غير مرخص بيبقى اللي بيشتري واللي باني الاثنين عارفين ان هو عنده وصله ميه خلصه ووصله صرف ووصله كهرباء خلصه وبيتركب له عليها عداد بعد كده بشكل ما او باخر، لكن
ده اللي بيخلي الوحده سعرها مش عالي قوي مقارنه بالوحدات المرخصه، فبيبقى ده طبعا بيبقى فرصه لبعض الناس ان هم يتاجروا بحاجه مش منظمه. لما بيكون في تقنين بيقدر ياخد عداد منفصل للميه، عداد منفصل للكهرباء، عداد منفصل للخدمات اللي بتخش، فبالتالي بتبقى الوحده مقارنه سعرها بيرتفع. لكن طول ما هو عارف ان هي مش مرخصه، ان هو بنيها تكاليف البناء بس، ما دخلش تكاليف المرافق ولا سعر الارض ولا اي تراخيص في الوحده، فبالتالي سعر التكلفه عليه قليله، والمواطن اللي بيشتري عارف برضه انه بيشتري وحده غير مرخصه، فبالتالي بياخد سعر اقل، وده اللي كان بيخلي ناس كتير جدا تتجه للموضوع ده. بل الوزاره برضه حاربته الفتره اللي فاتت ووفرت بدائل بسعر رخيص وبالتقسيط على فترات طويله جدا تصل ل 20 سنه في كل المدن الجديده، بنتكلم في 40 مدينه جديده اتعمل فيهم ما يزيد عن 1 مليون وحده سكنيه حاليا. وتم طرح اراضي، يمكن انا بكلم سيادتك دلوقتي في طرح اراضي ان شاء الله هيبدا الاسبوع الجاي ب 3098 قطعه ارض. طرح يعني هيتم طرح اراضي اسكان اجتماعي يعني الاسبوع اللي جاي بدايه من يوم الاحد القادم ان شاء الله. لا احنا عايزين بقى تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، موضوع مهم جدا. ان شاء الله الوزاره ان شاء الله من بدايه من يوم 13 الشهر القادم، الشهر اللي احنا فيه الاسبوع القادم، يقدر اي مواطن يروح 11 مدينه، بنتكلم في من اول العاشر من رمضان وهذه الجديده مدن الصعيد بالكامل والسادات واسيوط الجديده، يقدر يشتري الكراسه، والحجز باذن الله من يوم 15 سبتمبر لحد 15 اكتوبر. طرحين اراضي يا فندم تناسب كل شرائح المجتمع، من مساحات من 209 متر ل 287 متر. وان شاء الله الكراسه هتبدا يعني هيدفع جديه الحجز 25,000 جنيه وهتكون مدعمه طبقا للقانون برضو، وهيكون فيها شراكه لو يقدر اكثر من فرد او اسره يشترك فيها توصل لحد 4 افراد تقريبا، وهتكون متاحه يعني بكلم حضرتك في 11 مدينه. فالوزاره بتوفر بالفعل بدائل علشان تحارب الموضوع ده، ان حد يشتري ارض غير مرخصه او يشتري قطعه شقه غير مرخصه. عايز اقول لحضرتك كمان ان المهله زودناها، السعر قليل جدا، بنتكلم في مهله الدفع والسداد على 3 سنوات اقساط سنويه، ويقدر يشترك فيها اكثر من اسره. لو هاخد قطعه ارض وهبني 6 وحدات سكنيه، ليه لا ان انا ما اشتركش مع 3 اسر تانيين ويبقى 4 اسر في العماره ويقدروا ياخدوا حاجه مقننه منظمه في مدينه جديده مخططه فيها طرق وشبكه طرق ومرافق ذكيه وفيها حاجات حديثه. اللي يخليني اتوجه للصوره اللي حضرتك عرضها دلوقتي، ارض زراعيه فيها عماره شكلها سيء، مبنيه بشكل سيء وفي مكان غير مرفق وغير مخدوم. يعني ده اللي بتكلم عنه. لا وفي نفس الوقت يعني انت بتيجي على العمارات او العقارات اللي جنبك اللي هي يعني مخططه ومقننه ومرخصه، فانت بتاخد حق مش حقك. باخد حق مش حقي، بضر السكان اللي جنبي وبضر الدوله وبضر المرافق العامه وبفضل اشتكي طول الوقت، ما عنديش ميه، ما عنديش كهرباء، ما هو من الاساس انت في مكان مش قانوني. فكون ان الدوله وصلت او انت لقيت وصله وخدت خلسه واشتغلت، فانت برضو بتعاني، ما زلت بتعاني وهتفضل طول الوقت تعاني. عشان كده سياده الوزير امبارح في الاجتماعات مع قيادات الوزاره ودوله رئيس الوزراء قال نفس الكلمه، لازم نشد خط ونقف عند الظاهره دي، حقيقي هي بتضر المواطن رقم واحد. طيب اكثر المحافظات يا فندم اللي تقدمت على التصالح في مخالفات البناء واقل محافظه؟ حضرتك انا يعني رقم مش حاضر عندي دلوقتي. طيب نقول اكتر محافظه كان فيها تصالح في مخالفات البناء. احنا معنيين يمكن باكتر اجهزه المدن الجديده كوزاره اسكان، فعندنا اكتر المدن اللي كان فيها تصالح مدينه القاهره الجديده ومدينه 6 اكتوبر لحد دلوقتي. مدينه القاهره الجديده 6 اكتوبر هي اكتر مدينه 6 اكتوبر اكتر محافظه كان فيها تقدم للتصالح في مخالفات البناء. اكتر المدن انواع المخالفات عندنا بتبقى دور زياده، بروز زياده، يعني خروج عن القطعه بشكل ما او باخر بشكل بسيط. يعني معظم المخالفات اللي في المدن الجديده عندنا ما بتبقاش فيها نوع من التعدي على الارض الزراعيه، ما فيهاش الكلام ده، هي فيها مخالفات بناء في نفسه، يعني جزء في الوحده السكنيه او زود وحده سكنيه في الدور، بقى مكان واخد مثلا 4 وحدات قدم بنى 5 وحدات في الدور، فعنده مخالفه داخليه، عنده بروز زياده في الوحده، فمعظم المخالفات اللي عندنا من هذا النوع ده. طيب في المدن الجديده هل التصالح كمان في الجراجات في الروف زي ما كان قبل كده اتكلم عنها برضو رئيس الوزراء قبل كده؟ هو طبعا دكتور عاصم الجزار اتكلم عنها برضو في اكثر من اجتماع، انه في نوعين من المخالفات عندنا، مخالفات على بعض القانون بيتيح تصالح على بعض مخالفات البناء، وفي ناس كانوا اتكلموا على موضوع تغيير النشاط، موضوع البدروم وموضوع تغيير النشاط للوحده من سكني تجاري او من سكني
كانت جراج وتحولها لوحده سكنيه، دي بينظمها قوانين لوائح اخرى تبع الهيئه المستندات العمرانيه جدا. لكن التصالح الحقيقه على مخالفات البناء بيبقى على الوحدات الزياده، على الدور الزياده، على الروف الزياده. ما حضرتك قلتي مثلا روف تحوله كانت غرفه غسيل او غرفه حارس وحولها لوحده سكنيه، الحاجات من النوع ده. طيب احنا برضو بنرد على أسئلة الكثير من المواطنين، الأموال، أموال التصالح بتذهب فين؟ لأنه زي ما برضو تم توضيح بالأمس، قيمة التصالح من المفترض إن هي هتدعم أو هتساهم في تحسين البنية التحتية والصرف والكهرباء، فعايزين برضو نوضح هذه النقطة مع حضرتك. بالتأكيد هو زي ما حضرتك يعني 12 أكثر من مرة، هو الأساس من الموضوع علشان التصالح، علشان أحسن البنية التحتية اللي اتأثرت بسبب المخالفات اللي تمت. يعني تكون عندي وصلات مية وصرف في نفس الشارع اللي كان ارتفاعاته 4 أدوار، وفجأة الشارع ده بقى كله 10 أو 15 دور، بالتأكيد كل البنية التحتية اللي موجودة مش هتستحمل الكثافة السكانية الموجودة حاليا. فكل التقدير اللي بيقدره القانون، كل الهدف من الموضوع إيقاف الظاهرة رقم واحد، رقم اثنين تطوير بقى البنية التحتية. ما خلاص ما بقى في تصالح وتقنين للوضع نفسه، فضروري ان انا اوسع الخدمة اللي موجودة عشان تستوعب الكثافة السكانية اللي تم التصالح عليها، وده الهدف من الموضوع رقم واحد. ورقم اثنين بالاضافة يعني اشياء اخرى متشابكة مش هينفع اقولها على الهواء، لكن طبعا أيوة. الاهم من كله ان اطورها بقى، لان بقى في وضع سيء جدا، وفي نفس الوقت احافظ على يعني المخالف اللي في عمارة جنب واحد تاني مش مخالف متأثر بالمخالفة دي، لان كميه المايه بقتش بتكفي الاثنين، وكميه والصرف الصحي بقى بينزل يغرق الشارع، فلازم طبعا يحصل تحديث للخدمات اللي موجوده من الاموال طبعا. اذا اموال التصالح هتذهب في تقويه البنيه التحتيه. طيب رئيس الوزراء بالامس والدوله المصريه الفتره الاخيره قالت انه لن يتم السماح يعني ابدا الفتره اللي جايه بان يكون في تعدي على اراضي الدوله او حتى مخالفات البناء. ايه اللي تم اتخاذها في هذا الشان بالنسبه للمحافظين المحليات وايضا مهندسي بعض الاحياء، الاوامر يعني اللي تم اعطائها للمسؤولين للمنع تماما انه يكون في مخالفات ايضا او جديده في اي. هو احنا بدايه من التكليفات اللي صدرت من دكتور عاصم الجزار لرؤساء الاجهزه ورؤساء المدن ورؤساء قطاع وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات انه يتم المتابعه باستمرار. اولا هيتم تكليف فرق عمل تقنيه كبيره جدا للتصوير والمتابعه بالجي بي اس والكاميرات. المخالفات اللي تظهر فورا هيتم ايقافها بشكل مركزي، يعني هيتعمل وحده مركزيه بالفعل في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، هتتابع بشكل مركزي على مستوى جميع اجهزه المدن الاكثر مدينه جديده، الاكثر 40 مدينه جديده تقريبا. كل المخالفات هتتصب عندها بشكل مركزي، وهتتوازي وشرطه التعمير فاجهزه المدن للتحرك فورا لمكان المخالفه اللي بتحصل او اللي تم رصدها، ويتم التعامل معاها بشكل قانوني في نفس الوقت. هيكون في رصد الكتروني على سيستم على الكمبيوتر لكل القطع اللي موجوده في كل مدينه جديده، وهيتم يعني مراجعه الرخصه على شخص او صاحب القطع التزم بالرخصه ولا لا من دلوقتي، وده الحصر ده حقيقه شغال بقاله يمكن 3 شهور دلوقتي علشان نراجع كل التراخيص اللي طلعت في المدن الجديده ونقارنها بالمنفذ على الواقع وعلى الطبيعه، ومراجعه جميع المرافق اللي موجوده في المكان ونشوف المشاكل، ومنها نستنتج اذا كان المكان ده فعلا متاثر باي مخالفه اللي هيأثر بعد كده في متابعه الموضوع. الفرق دي ان شاء الله بنتكلم في ايام قليله هتبدا تشتغل في كل المدن، وهتمر على جميع الاحياء وعلى جميع الشوارع وتشوف كل الوحدات السكنيه اللي موجوده وترصد اي مخالفات بشكل مركزي. وفي نفس الوقت برضه هيتم تفعيل دور رؤساء الامن في اجهزه المدن وشرطه التعمير تساعد في تنفيذ الـ يعني اعمال الازاله المخالفه او التعامل معها بشكل قانوني. وهيتم طبعا المتابعه باستمرار، ومش هيبقى يعني كان في ضمن توجيهات الدكتور عاصم الجزار ودي كان رؤساء الاجهزه ان مفيش تقاعس في تنفيذ القانون تماما. التنفيذ بمنتهى الحسم، وفي نفس الوقت رئيس الجهاز مسؤول مسؤوليه كامله عن اي مخالفه تكون موجوده. مين المسؤول يا فندم؟ عفوا مين المسؤول؟ رئيس جهاز المدينه. رئيس جهاز المدينه هيتم المتابعه باستمرار، ان رئيس جهاز المدينه هو المسؤول انه لو كان في مخالفه وما تمش رصدها هيكون هو مسؤول مسؤوليه كامله، فطبعا ده هيدي نوع من القوه للقرار. ومفيش تساهل ابدا ابدا فيما يتعلق طبعا باي مخالفات او الفتره
أخيرة، لأنه زي ما احنا قلنا قبل ده ما يكون طبعا في مصلحة الوطن هو في مصلحة المواطن أولا وأخيرا. بالضبط. طيب أنا بشكر حضرتك طبعا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات، المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان. هنروح نشوف الإجراءات اللي كانت الحكومة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ونرجع بعد موجز لأهم وآخر الأنباء مع زميلتي إيمان الحويزي. برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين في التعديلات الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفات البناء. ويمكن يعني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء امبارح في المؤتمر اتكلم عن العديد من النقاط الهامة. قال انه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على تصالح في مخالفات البناء. ووجه كمان رئيس الوزراء للمحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات، وفي حالة سداد المواطن لقيمة مسبقة قبل التخفيضات فإنه تم سداده أو ما تم سداده سيكون جزء من قيمة التصالح. وأكد مدبولي أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم. هنروح نشوف جزء من كلمة رئيس الوزراء بالأمس ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الطلبات اللي بيتقدم ليها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة أو لا، مجرد أن هو يقدم الطلب ومعاه مشفوعا بعدد من المستندات اللي موجودة في اللائحة التنفيذية للقانون حتى وهي مش مكتملة، احنا بنستلم الطلب وبنسلم المواطن النموذج 3. اهمية النموذج 3 ده ان بمجرد ما المواطن بيستلم نموذج 3 بتوقف تماما كافة الاجراءات اللي ممكن تتخذ ضد المخالفة. وحندي فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين انه يستكمل الورق بتاعه ويكمله في الملف بتاعه، علشان يبقى كده بنيسر على المواطن اللي هو بيقول انا مش قادر استوفي كل الاجراءات. قدم النهاردة الطلب وقدم اي ورق النهاردة في يعني في حوزتك، وهتاخد النموذج 3 اللي بيؤمنك تماما من اتخاذ اي اجراءات ضدك، واستكمل بقية المستندات على مدار الشهرين القادمين. النقطة الثانية التشديد على كل السادة المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق اللي كان فيها شكاوى كبيرة من بعض الارتفاعات في قيم التصالح. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير على المشاهدين الكرام. زي ما تابعنا في المؤتمر الصحفي الخاص طبعا برئيس الوزراء اتكلم عن عدد من النقاط الهامة والتعديلات الخاصة ب يعني إجراءات التصالح في مخالفات البناء. من أهم هذه النقاط قال أنه هيتم مراجعة قيم التصالح مراعاة طبعا للبعد الاجتماعي لعدد كبير جدا من المواطنين، وكمان قال أنه استلام المواطن لنموذج 3 هيوقف جميع إجراءات الهدم الخاصة طبعا بالعقار.
أولا ملاحظاتك ورأيك عن التعديلات الأخيرة، ولو نشرح كمان للمواطن إيه هو نموذج ثلاثة؟ هو ببساطة شديدة جدا الكلام اللي قاله دولة رئيس الوزراء بيعني أنه في تيسيرات للتصالح وليس تأجيل للتصالح، عشان ما يحصلش لبس عند السادة المواطنين أنه الحكومة لسه عند قرارها أنه آخر ميعاد للتصالح هو نهاية هذا الشهر 30/9. آه 30/9، علشان ما يحصلش لبس. اللي قاله سيادة رئيس دولة رئيس الوزراء أنه نموذج ثلاثة ده بيدي فرصة لجدية التصالح. أيوة، يعني نموذج ثلاثة عايزين تفاصيل أكتر عنه، يعني نشرحه للمواطن بشكل. أنا ما عنديش تفاصيل على نموذج ثلاثة، لكن اللي عايز أقوله أنه أي مواطن عنده استعداد للتصالح هيروح لجهة التصالح، وحتى لو مش مستكمل كل المستندات المطلوبة، يعني يكفي مستند أو اثنين ويروح لجهة التصالح أنا عايز أتصالح. مجرد أنه هيقول أنا عايز أتصالح هيستلم نموذج، هذا النموذج بيكون بمثابة مستند يحميه من الهدم. طيب، يعني نموذج ثلاثة مستند هيحمي العقار من الهدم، لحين استكمال الأوراق اللازمة. وده بمؤشر ان الحكومة مش راح تهدم، الحكومة راح تنفذ القانون، الحكومة راح تقول انه لابد ان يكون هناك عدالة. انا واحد ماشي في الشارع من حقي امشي في شارع امن، انا واحد ساكن في بيت قانوني من حقي اخذ الخدمات كاملة، خدمات مية وخدمات كهرباء وخدمات صرف. لما حضرتك تيجي مخالفة وتبني بيت أدوار زيادة، حضرتك حملتي على شبكة الكهرباء، حملتي على شبكة الصرف، حملتي على شبكة المياه، حرمتيني أنا من كملتزم من الاستمتاع وإن أنا أخذ خدماتي كاملة. ده الهدف من التصالح. التصالح الفلوس اللي بتتاخد مقابل التصالح يتم بيها تقوية الشبكات، بيتم بيها رصد الطرق، بيتم بيها توصيل شبكات وخدمات أخرى للمنازل المخالفة. زي ما حضرتك عارفة أن في أكتر من صورة للمخالفات. الصورة الأولانية أنه المواطن بيبني على أرض زراعية، الصورة الثانية مواطن بيبني في أماكن غير الأماكن المخصصة للبناء، النموذج الثالث أنه بيبني على أرض ملك للدولة. الثلاث نماذج دول زي ما حضرتك عارفة أنه ده تعدي سافر على حق الشعب نفسه، يعني حضرتك بتاخدي حق الشعب. واللي الحكومة بتعمله دلوقتي، عشان البعض بيصور ده تصوير خاطئ وتصوير يعني له مآرب أخرى يعني، لكن التصوير الحقيقي والتشخيص الحقيقي لمواجهة المخالفات هو العدل، بمعنى أنه الدولة بتقيم العدل وبتاخد حق الشعب، مش بس حق الدولة ده حق الشعب، بدليل أنه ما جاتش لحد قالت هو دلوقتي فاضل حوالي 20 يوم، كان ممكن تفضل الأمور كما هي ويوم 30 تبدأ الهدم، لكن ادت فرصة للمواطنين إن هم الجادين اللي عايزين يتصالحوا لكن ما استكملوش ورقهم. الحكومة ما بتتصيدش للمخالفين، لكن عايزة تعمل صورة حضارية لمستقبل. هو قانون للتصالح وليس للعقاب، يعني ما هو ده التصالح ده بيدي فرصة للناس لتصحيح أوضاعهم، يعني هي مش تصالح، هو تصحيح وضع وتصحيح وضع. ليه برضو؟ عشان السادة المشاهدين يبقوا على دراية، الحكومة لا تتصالح في مخالفات مؤذية، بمعنى انه مفيش مبنى غير صالح هتتصالح عليه، يعني لازم يكون في اشتراطات معينة وشروط معينة بالظبط للتصالح. للتصالح مش هيبقى على أرض دولة وهنسيبه،
وبرضه يعني ارجو ان انا انتهز الفرصه فضل. ان في بعض الفيديوهات المتداوله فيديوهات غير صحيحه وفيديوهات كلها كاذبه. يعني في فيديو من الفيديوهات الموجوده كانت الحكومه بتنفذ حكم محكمه، واحد باني على ارض واحد تاني، ولو المشاهد الكريم بص للفيديوهات دي هلاقيها فيديوهات رجال الشرطه والمواطنين لابسين شتوي. فاجراءات التصالح ما حصلتش من الشتاء. فارجو ان المشاهد الكريم يتنبه جيدا لبعض الفيديوهات التي تحاول اثاره المجتمع. دي كلها حاجات مهمه جدا. الجادين لهم فرصه كبيره. الحكومه قالت انها حتى لما تلقت شكاوي ابتدت تعيد النظر في بعض يعني الاشتراطات اللي موجوده للتصالح بناء على شكاوى المواطنين. فهي المساله مش مساله لا تصيد ولا مساله ان في الحكومه عايزه تاخد فلوس من الناس، لكن الحكومه بتنفذ القانون، الحكومه بتنفذ العدل، ومش معنى ان في مليون واحد مخالف ان انا اسيبهم واضر 90 مليون التانيين. عامه يعني برضو كان في قرارات حاسمه خلال الفتره الاخيره انه لن يتم السماح باي بناء عشوائي، يعني بكافه الصور، سواء كنا بنتكلم على اراضي مملوكه للدوله او اراضي زراعيه او اراضي هي يعني غير مخصصه اصلا للبناء. انا بس اتفضل. العشوائيات مش معناها ان واحد انا هروح ابني وخلاص. العشوائيات بيبقى ليها توابع كبيره جدا، وانت بتعدي حضرتك بتاخدي من فلوسي. يعني لما بيتبني بيت عشوائي وانا باجي اهدم البيت ده وادي بيت تاني للمواطنين اللي بنوا بعشوائيه، تكلفه البيت التاني اللي انا بعمله ده بتتضاعف. ليه؟ عشان حاجتين، اولا تكاليف الهدم، ثانيا تكاليف ان انا بدي البيت اللي كان عشوائي بديله تعويض، ثالثا ان انا ببني بيت جديد. شوفي حضرتك التكلفه بقت قد ايه؟ طبعا لو انا بنيت من الاول التكلفه هتقل، والتكاليف الزياده دي كان ممكن اضخها في مشروعات اخرى هتفيد المجتمع. ده غير طبعا يعني تطوير العشوائيات اللي كمان بيكلف الدوله الكثير من الاموال. فيعني طبعا انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجله اخر ساعه. طيب احنا كده هنتابع مع حضراتكم يعني ملخص لاهم تصريحات رئيس الوزراء بالامس، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الكاتب الصحفي الاستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ كمال. صباح الخير، اهلا وسهلا. اولا تعليق حضرتك على الاجراءات وعلى التعديلات اللي تمت بالامس وتم الاعلان عنها من قبل رئيس الوزراء، الخاصه طبعا ب يعني التصالح في مخالفات البناء والتخفيف عن المواطن والاستماع ايضا الى شكواه. نعم، يعني وبالفعل طبعا رئيس الوزراء اعلن بالامس عن مجموعه من الاجراءات اللي بتهدف للتخفيف على المواطنين الراغبين في التصالح والتيسير عليهم، وده في ظل طبعا حرص الحكومه على ان هي تتابع بشكل مستمر
مطالب الشارع وايه الحاجات اللي ممكن تكون يعني عقبات لو قلنا على بعض المواطنين ان هم يستكملوا اجراءات التصالح. طبعا ضمن الاجراءات اللي اعلن عليها عنها رئيس الوزراء بالامس، اولا في مواطنين كتير بيشتكوا ان هم الفتره المتبقيه من الان حتى 30/9 وده اخر موعد لتقديم طلبات التصالح ممكن ما تكونش كافيه لتقديم كل الاوراق اللازمه للتصالح. فتيسيرا على المواطنين تم الاعلان عن ان المواطن ممكن يتقدم بطلب تصالح بياخد نموذج 3. نموذج 3 ده بيوقف اي اجراءات سواء اجراءات ازاله او اجراءات قانونيه ضد مرتكب المخالفه، ولحين استكمال اوراقه بتبقى عنده مهله شهرين يقدر يكمل اوراقه. وده طبعا اعتقد انه هيحل مشاكل كتير من المواطنين اللي هم كانوا شايفين ان الفتره مش كافيه ل يعني استكمال كل الاوراق. يعني هنا يا فندم عشان نوضح النقطه دي، اي شخص عنده جديه التصالح بيروح بيقدم بعض المستندات ياخد نموذج لديهم مستندات نموذج 3 ده بيوقف أي إجراءات هدم حتى لو عدت المدة 30 من سبتمبر. طبعا هو بعد 30 سبتمبر بيبقى عنده شهرين بيكمل فيهم الإجراءات. خلال الفترة اللي بياخدها عشان يكمل إجراءات مفيش أي إجراء يتخذ ضده، تمام، ولا هدم ولا اي اجراء قانوني. فده الحقيقه يعني ده هيحل مشاكل كتير من المواطنين. فهيتم قبول جميع طلبات التصالح كل الطلبات ما عدم حتى لو عدم لم يتم يعني استكمال كافه المستندات. نعم، المطلوبه اي حد هيروح يقدم تصالح طلب تصالح بيتم قبول الطلب وبياخد نموذج 3 بيشوف ايه اللي عنده الحاجات الاوراق اللي معاه بيسلمها عادي. وبعد كده لو معهوش بقيه الاوراق بيبقى عنده مهله شهرين يقدر يستكمل الاوراق بتاعته، لكن ما خلال الشهرين دول ما فيش اي اجراء هيتاخد ضده. فدي طبعا بتيسر كتير على المواطنين اللي كانوا بيتكلموا عن ان الفتره مش كافيه ان هم يستكملوا اوراقهم. الحاجه الثانيه الحقيقه بعض المواطنين كانوا اشتكوا من ممكن تكون الرسوم زياده عليهم او يعني ممكن ما تكونش في متناولهم. حتى لو كانت المناطق تقديرها بيستحق المبالغ المحدده بالنسبه لسعر المتر، لكن تيسيرا على المواطنين كل محافظ خد يعني سلطه ان هو يخفض في المناطق بتاعته في ضوء طبعا يعني حاله المواطنين. وفي محافظات فعلا بدات تعلن عن تخفيضات، طبعا اعلنت يعني في كل وسائل الاعلام بالنسبه لسعر المتر. هنا التخفيضات هم امبارح يعني بالامس تم الاعلان عنها هتكون من 10% ل 55%. من 10 ل 55% حسب المحافظه. فدي طبعا ده برضه تيسير تاني. يعني 55% ده رقم كويس جدا. رقم عالي طبعا طبعا. الحاجة الثالثة ان يعني كان من ضمن الحاجات اللي بالنسبة لسلامة المبنى او الناحية الانشائية كان بيتم تقرير من نقابة المهندسين قبل كده المطلوب، دلوقتي بقى اي مهندس معتمد من النقابة ممكن يعني يشوف او هو يعني يوقع. فطبعا ده ايضا تيسير اخر بالنسبة للمواطنين، بالاضافة لكده اللي كان عمله القانون ده التعديل اللي كان قبل كده تم على القانون اللي هو سداد الرسوم على 3 سنوات. طبعا ده يعني تقسيط برضو بالنسبة للمواطنين، يعني بيحل أيضا مشكلة بعض المواطنين ممكن ما يكونش معهم المبلغ كامل فبيسدد على 3 سنوات. كل دي تيسيرات الهدف منها ان المواطن يقدر يوفق اوضاعه ويقدر يعني وتوفير الاوضاع. على فكره احنا عايزين ناكد انه لصالح المواطن نفسه، لان انا لما اكون ساكن في شقه ليها ورق ومعتمده ومتراجعه وفي مهندس مراجعها، اولا انا بامن نفسي من ناحيه سلامه المبنى الانشائيه او المبنى نفسه السلامه الانشائيه ليه، ان الشقه في مبنى كويس يعني في ما فيش خطوره على الارواح. الشقه لما بتعتمد ويبقى لها ورق رسمي بتدخل لها المرافق الميه والكهرباء زي ما قال رئيس الوزراء، الشقه نفسها قيمه او الوحده السكنيه قيمتها بترتفع لما تكون معتمده ولها ورق ولها ميه وكهرباء، عشان بتكون مقننه وبتكون مرخصه في فقيمتها بتزداد قيمتها بترتفع. أيوة. فده الحقيقه لصالح المواطن، بيأمن المواطن على نفسه، بيرفع قيمه العقار، بيسهل توصيل الخدمات والمرافق وكل الخدمات، وبيوضع طبعا المرفق خلاص بيعتمد وبيكون له يعني يقدر ياخد كل الخدمات المتاحه. وصلت الفكره. انا بشكر حضرتك. نعم. الكاتب الصحفي الاستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا ليك يا فندم. معانا الاستاذ عبد اللطيف وهبه المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم.
يعني زي ما تم الإعلان بالأمس من قبل رئيس الوزراء أنه قانون التصالح هو ليس عقاب، ولكن بالعكس هو فرصة لتصحيح الأوضاع وتقنين الأوضاع، وده في مصلحة المواطن قبل كل شيء. حضرتك شفت الإجراءات الأخيرة إزاي، التعديلات للتصالح في مخالفات البناء اللي راعت الكثير من الأبعاد الاجتماعية الخاصة بالمواطن المصري، وتم الوضع أيضا كثير من الشكاوى في الحسبان. يعني أنا عايز أقول لحضرتك في البداية أن هذه سنة حميدة تحسب للحكومة، إن هي تتخذ قرار وتعيد النظر فيه، ودي أمر من الأمور الإيجابية للحكومة وللمواطن في نفس الوقت. هنقول ليه؟ منذ أن فتحت وأقرت الحكومة باب التصالح على مخالفات البناء اكتشفت حاجة، وده أنا بعتبره أيضا إنجاز للحكومة. اكتشفت إيه؟ أن معدلات الطلبات التي تقدمت للتصالح لا تتناسب وحجم المخالفات الموجودة. إذن هنا في حاجة يعني غلط، في حاجة موقفة الدنيا. طب هي إيه؟ بدأوا يتحروا هذه القضية من كافة المحافظات، فوجدوا الآتي: إن مثلا التقديرات عالية، ده واحد، في بعض المحافظات مثلا، أو حتى في المحافظات اللي هي الريفية، وجدوا أن هناك صعوبة في إن المواطن يقدم أو يقابل الطلبات والمستندات الخاصة بعملية التصالح، لأن الموضوع متشعب. لو حضرتك تعرفي، هو اشترى شقة، المالك اختفى، اللي كان باني العقار، اللي كان مطلع الرخصة باسمه اختفى، طب هيجيب مستندات منين؟ ده حاجة تانية. الحاجة الثالثة هي برضو ان الحكومة اكتشفت هذه الأمور، فبدأت في إعادة يعني التقييم مرة أخرى، ومن هنا تقدمت بمجموعة من الاقتراحات أو التعديلات للتسهيل على المواطنين. ليه بقى؟ أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، في مخالفة بناء موجودة مش عارف كذا، طيب أنا هحدث المواطن اللي هو خد شقة، طب أنا الدولة خدت إيه؟ المواطن خد إيه؟ ما خدش حاجة. لكن انك تسهلي عليه في عملية التصالح والدفع، اعتقد ان ذلك من شأنه انهاء هذه القضية، من شأنه ان الدولة بتستحق كافة بتسترد كافة مستحقاتها، وفي نفس الوقت بيشكل عائد لموارد الدولة، ومن هنا جاء عملية إعادة النظر. أعتقد أن دي من الأمور. يمكن طيب هناك أكثر من صورة للمخالفات يا فندم تم الحديث عنها، هو منها البناء على أرض مملوكة للدولة، البناء على أرض هي غير يعني مخصصة أصلا للبناء، أو التعدي على الأراضي الزراعية. وهنا تحدث أيضا رئيس مجلس الوزراء على أنه هناك الكثير، أو مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية. نعم. بسبب التعدي على بسبب التعدي عليها. طبعا المخالفات كانت عديدة وتم رصدها، فتم أولا يعني غير أن الأرض دي تحولت إلى أرض غير صالح للزراعة، الكثير والكثير من المواطنين فقدوا فرص العمل اللي كانت مرتبطة أصلا بالنشاط الزراعي، وكمان لا. يعني استصلاح هذه الأراضي الزراعية هيكلف الدولة الكثير من الأموال. لا. مرة تانية. نعم، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن قضية الأراضي الزراعية دي أمن قومي، لا جدال في ذلك. أمن غذائي طبعا. ما هو الأمن القومي الآن لم يعد يشمل السلاح والحدود، لا، المية، الغذاء، الصحة، التعليم، كل ده أمن قومي. ولذلك هنجد أن مصر خلال سنوات، يعني من نهاية من الثمانينات حتى 2015 مثلا، 400 ألف فدان. طيب أسباب ذلك إيه؟ أولا كان هناك أسباب سياسية وأسباب اقتصادية. أسباب اقتصادية أن الدولة لم يكن لديها القدرة على توفير لا أرض للمواطن إن هو يبني فيها ولا حتى مسكن، يبقى دي قضية. الأسباب سياسية،
كان في حاجه زمان اسمها الرشاوى الانتخابيه. الرشاوى الانتخابيه بمعنى كان يجي موسم الانتخابات تقوم الدوله سايبه الوضع يعني دي كانت كارثه يعني، فتقوم الناس تبني ما حدش ياخد غرامات على ما تنتهي الانتخابات، فكانت دي مشكله ثانيه، ولذلك احنا فقدنا 400 الف فدان. عارفه دلوقتي كنت زمان بتستطلحي الفدان ب 10000 جنيه، دلوقتي الفدان 100 الف او اكتر كمان 150 الف او 200 الف. اذا علشان تعيدي استصلاح مقابل ما تم الاعتداء عليه انت محتاجه 18 مليار جنيه. طيب سيبك من هذه القضيه، لو جينا في شفتي ارقام مرعبه اللي قالها رئيس الوزاره بالامس، يعني لما يقول لك مثلا 70% من الكيان العمراني الموجود في المدن والمحافظات مخالف، عارفه يعني ايه؟ عارفه يعني لما يبقى في 10 مباني 7 مخالفين و3 رسمي، دي حاجه، دي ظاهره خطيره. اذا اعتقد انه بموجب ما تم الاتفاق عليه ده انهاء للموضوع، بمعنى ان انا هبدا من يعني من الان فصاعدا بقى هتعملي ايه؟ ازالات فوريه. ثانيا لا يجب ان تقتصر القضيه على ازاله، بل يجب معاقبه اي مرفق محلي او تنميه محليه او جهاز او خلافه كان يعلم بهذه المخالفه ولم يتخذ الاجراء. مشكلتنا في الماضي ان احنا كنا بنسيب المخالفه حتى تصير امر واقع ونبدا بقى نناقش فيها، واخده بالك؟ يعني انت كان في ايدك من الاول انك تزيلها قبل ما يتم البناء. مثلا على سبيل المثال الاراضي الزراعيه اعتقد اهم كمان من اغلى ما تملكه مصر، يعني الاراضي الزراعيه اغلى ما تملكه مصر، وبالاخص احنا يعني كنا بالامس بنحتفل بعيد الفلاح المصري، وكنا كمان بنشكره على زياده الصادرات من الموالح واللي اخذت طبعا يعني اخذت المركز الاول. في نفس الوقت يعني للاسف بنشوف تعدي على الاراضي الزراعيه اللي ممكن يعني يهدد امننا القومي زي ما حضرتك قلت. انا بشكر حضرتك الاستاذ عبد اللطيف وهب المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. طيب مخلفات البناء زي ما طبعا حضراتكم تابعتم ليها اثار سلبيه كبيره جدا سواء على الاقتصاد المصري او المواطن المصري، ولكن قانون التصالح ليه عدد كبير جدا من الايجابيات لصالح المواطن. هذا القانون هو جه من اجل تقنين الاوضاع لصالح المواطن اولا واخيرا. هنروح نشوف المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. We'll be right back.
طيب النهاردة كمان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي هيعقد مؤتمر صحفي بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وده علشان طبعا يتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة بحد أدنى 77.4% للعلمي و 76.8% للأدبي، والبالغ عددهم 254,512 طالب وطالبة. كما سيعلن الحدود الدنيا لكليات القمة المتبقية لطلاب القسم العلمي لهذه المرحلة كالهندسة والتخطيط العمراني والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن، بالإضافة إلى إعلان أعداد الطلاب المتخلفين عن التسجيل خلال مدة المرحلة. عايزين بقى نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الجامعات الأهلية، ونشرح المزيد من التفاصيل عنها وأهميتها. المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أقروا الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات الجامعات الأهلية بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول في الكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية. ده لأنه الجامعات الأهلية الجديدة غير هادفة للربح، وكمان تم إنشائها في مناطق عمرانية جديدة، ويشترط للقبول في كليات الجامعات الأهلية الجديدة اجتياز إجراءات القبول وفقا للضوابط اللي هيتم وضعها في كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع جامعات أجنبية مرموقة. المناهج في الجامعات الأهلية هتكون وفقا لمعايير دولية مع مراعاة استراتيجية التعليم المبني على الكفاءات والمهارات ووفقا لمتطلبات سوق العمل خلال السنين اللي جاية. وهيكون كمان في تخصصات جديدة في الجامعات الأهلية ليها بقى طبعا علاقة بكل ما هو جديد، الحوسبة، الرقمنة وما إلى ذلك. هنستعرض مع حضراتكم بعض المعلومات عن الجامعات الأهلية الجديدة ونرجع مرة تانية.
معنا خبر مهم جدا. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. طبعا ده فيما يتعلق بإنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط. دكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. اختصاصات المعهد أهم الشروط للالتحاق به. المعهد هو معهد دراسات عليا بيمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا صناعة الدواء. هو مختص بدراسات تطوير وابتكارات الأدوية الحديثة. اللائحة بتحدد شروط الالتحاق به، أنه يكون حصل على بكالوريوس إحدى الكليات زي الصيدلة أو الطب البيطري أو الطب البشري، وتحدد المواد الدراسية وتحدد الشهادة اللي هي تكنولوجيا صناعة الدواء ماجستير ودكتوراه. تمام، أهمية هذا المعهد إيه يا فندم؟ هو جامعة أسيوط مهتمية بالدراسات البينية اللي هي بتتناول أبحاث بتشمل أكثر من كلية، لأن طبيعة الأبحاث دلوقتي ما بقتش مقصورة على كلية بعينها، بتشترك فيها أكثر من كلية. وإحنا فعلا السنة اللي فاتت صدر القرار الوزاري برضو مجلس الوزراء بإنشاء معهد البيولوجيا الجزيئية، وده مختص بدراسات البيولوجيا الجزيئية والوراثة، وشارك فيه كلية الطب والطب البشري والطب البيطري والأسنان. وجامعة أسيوط بصدد إنشاء أكبر مركز لأبحاث موجود جامعات المصرية، وهو على مساحة كبيرة جدا بيشمل المعاهد البينية. معهد البيولوجيا الجزيئية كان أول معهد، وثاني معهد دراسات تطوير وابتكارات الدواء. أنا بشكر حضرتك يا فندم دكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، شكرا ليك. طيب عندنا برضو خبر مهم جدا، لأنه المجلس القومي للمرأة عقد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية للإعلان عن نتائج استطلاع للرأي اللي تم إجراؤه لدراسة المشكلات والتحديات اللي بتواجه صاحبات المشروعات بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي حول التحديات والصعوبات اللي واجهتهم خلال الإجراءات الاحترازية لأزمة كورونا للعمل على مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم. للمزيد من التفاصيل معنا الأستاذة مي محمود مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. عايزين نتعرف من حضرتك على أهم الموضوعات اللي هيتم مناقشتها خلال الندوة، أهم الجهات المشاركة، النتائج كمان اللي تم التوصل إليها بعد استطلاع الرأي اللي تم طبعا إجراءه الفترة الأخيرة. تمام. الاستطلاع ده غطى أولا موضوعات مختلفة، منها أولا أهم الآثار السلبية اللي تعرضوا ليها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة. ففي أسئلة بتدور حول إيه أنواع الآثار السلبية دي، هل اضطريتوا إن أنتوا مثلا تقفلوا المشروع، لا تخفضوا العمالة، إيه الممارسات اللي حصلت بالضبط، من هل مثلا اضطريتي تقللي أسعار المنتج بتاعك، يعني العمالة مثلا عملتي فيها إيه. ففي بعض الأسئلة عشان نقدر كنا ندرس ونعرف ايه الممارسات اللي تمت نتيجة الآثار السلبية اللي حصلت. والحقيقة يعني طبعا 80% من السيدات اشاروا طبعا ان في آثار سلبية، بالرغم من ان بعض منهم تقريبا الثلث قالوا ان في يعني زي بريقة امل ان دلوقتي الناس متجهين للمنتجات المحلية أكتر، في عمالة دلوقتي متوفرة فنقدر إن احنا نستعين بيها بشكل أكبر. برضو من أهم الحاجات برضو اللي يعني اللي كنا عايزين نعرفها إيه رؤيتهم في الفترة الجاية، يعني لو لا قدر الله أزمة كورونا استمرت هل ممكن يقدروا يكملوا ولحد إمتى؟
علشان نقدر نعرف الفترة الجاية هتبقى شكلها ايه. واخر بقى قصة مكان عن الدعم اللي مطلوبه، ده كان اهم حاجة والهدف الاساسي من اعداد الاستبيان ده. الدعم اللي مطلوب من الجهات الحكومية، الدعم المطلوب من الجهات الاخرى، والدعم ده في شكل ايه. يعني احنا مثلا الدعم الفني حاطين لهم برضو بعض الاختيارات، ايه نوع الدعم الفني اللي انتم محتاجينه، دعم تسويقي، دعم ونتمنى يا فندم انه التوصيات الخاصه بهذه الندوه يتم اخذها في عين الاعتبار، علشان كمان يعني نساعد صاحبات المشروعات سواء في القطاعين الرسمي او غير الرسمي. انا بشكر حضرتك على وجودك معنا، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وان شاء الله اشوفكم بكره في نفس الميعاد.